أعتقد بأن الأمر بات مألوفا بالنسبة لكم لفكرة الجذر التربيعي، لكن أرغب بتوضيح بعض المصطلحات التي على الأقل أجدها دائما غامضة في البداية. أريد أن أجعلها واضحا جدا في أذهانكم. إذا قمت بكتابة 9 داخل رمز الجذر التربيعي، أعتقد بأنكم تعرفون قراءته كجذر التربيعي لتسعة، لكن أريد أن أقدم توضيحا. عندما ترى عدد داخل رمز الجذر كهذا، فهذا يعني الجذر التربيعي الأساسي لتسعة. هذا يعني الجذر التربيعي الأساسي لتسعة. وعندما أقول الجذر التربيعي الأساسي، فإن في الواقع أقول أن الجذر التربيعي الموجب لتسعة. إذن هذه العبارة تساوي 3، وسأكون واضحا هنا لأنك ربما تعرف أن 9 لديها جذران تربيعيان. من خلال التعريف، فإن الجذر التربيعي عبارة عن الجذر التربيعي لتسعة عبارة عن عدد، إذا قمت بتربيعه سيكون الناتج 9. إذن 3 هي جذر تربيعي بالإضافة إلى سالب 3، إذن سالب 3 أيضا جذر تربيعي لتسعة. لكن إذا كتبت رمز الجذر فقط، فأنت بذلك تعني الجذر التربيعي الموجب أو الجذر التربيعي الأساسي. وإذا أردت أن ترجع إلى الجذر التربيعي سالب، فستضع إشارة سالب أمام الجذر التربيعي، هذا يساوي سالب 3. أو إذا أردت أخذ كل من الموجب والسالب، كل من الجذر الأساسي والجذر التربيعي السالب، فستكتب إشارة موجب أو سالب أمام رمز الجذر التربيعي، وبالطبع هذا يساوي موجب أو سالب 3. إذن الآن ما أريد التحدث عنه هو تمثيل الإلكترون y تساوي الجذر التربيعي لإكس، وأنظر كيف أنه يرتبط بالإلكترون y تساوي إكس. دعوني أكتب هذا هنا لأنني سأعمل به. انظر كيف يرتبط ب y تساوي x تربيع، ومن ثم إذا كان لديك بعض الوقت فسوف نركز عليهما قليلا ونحصل على فهم أفضل لما يجعل هذه الإلكترونات تتحرك للأعلى وللأسفل أو اليسار أو اليمين. لذا دعونا نقوم بقيمة الجدول الحصول على حساب التمثيل. إذن لدينا y تساوي x تربيع، لدينا القيم x و y، هذا يساوي y. الجذر التربيعي لx مرة أخرى، لدينا القيم x و y هنا. إذا دعوني أختار قيم عشوائية لx هنا، وسأبقى في المجال الموجب لx. لنفترض أن x تساوي 0، دعوني أكتب ذلك. عندما x تساوي 0، y تساوي 0 تربيع وتساوي 0. وعندما x تساوي 1، ستكون y عبارة عن 1 تربيع وتساوي 1. وعندما x تساوي 2، y ستساوي 2 تربيع وتساوي 4. وعندما x تساوي 3، ستكون y عبارة عن 3 تربيع وتساوي 9. ويمكنني الاستمرار. دعوني أضيف هنا 4، فعندما x تساوي 4، إذن 4 تربيع تساوي 16. الآن دعونا نرى ماذا يحدث عندما y تساوي الجذر التربيعي لx. دعونا نرى ماذا سيحدث، وسأختار بعض قيم x بهدف جعلها مثيرة للاهتمام. عندما x تساوي 0، كم ستساوي y؟ كم يساوي الجذر التربيعي لصفر؟ حسنا، 0. عندما x تساوي 1، الجذر التربيعي لواحد يساوي 1،
يساوي موجب واحد ولديه جذر تربيعي آخر وهو سالب واحد. ليس لدينا إشارة موجبة أو سالبة مكتوبة أمام رمز الجذر التربيعي. إذا عندما x تساوي 4 كم تكون y؟ حسنا، الجذر التربيعي لأربعة هو موجب 2. عندما x تساوي 9 كم تكون y؟ عندما x تساوي 9 الجذر التربيعي لتسعة يساوي 3. وأخيرا عندما x تساوي 16 الجذر التربيعي ل16 هو 4. قمنا فقط بالتبديل. إنكم بالفعل قد رأيتم كيف أن لهما علاقة ببعضهما. لقد قمنا بتبديل الـ x والـ y هنا، لكن لدينا x تساوي 2 هنا و y تساوي 4، وهنا x تساوي 4 و y تساوي 2، وهنا 3 تصبح 9، وهنا 9 تصبح 3، وهذا منطقي إذا قمت بتربيع كلا طرفي المعادلة. إذا قمت بتربيع كلا طرفي المعادلة فسأحصل على y تربيع تساوي x. وبالطبع ستحصر مجال قيم y في قيم y الموجبة، لأنه لا يمكن أخذ إلا القيم الموجبة لأن هذا جذر تربيعي أساسي. لكن الفكرة العامة أنه قمنا بتبديل x والy بين هذا الإلكترون وهذا الإلكترون. إذا افترضت أن مجال x وy موجب. الآن دعونا نرى كيف سيبدو التمثيل. دعوني أقوم بتمثيلهم يدويا لأنني أعتقد أنه في بعض الأوقات قبل استخراج حاسبة الرسم البياني. إذا سأبقى في ربع الموجب، أي في أول ربع هنا. دعوني أقوم بتمثيل هذا أولا. إذا لدينا النقطة 0 و 0 والنقطة 1 و 1 والنقطة 2 و 4، والتي علي أن أرسمها أصغر بقليل. دعوني أحدد هذا 1 2 3. دعوني أقوم به. سأذهب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. هذه هي المسافة، ومن ثم لدي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 و16، وهذه هي المسافة التي سأتحركها في هذا الاتجاه. إذا لدينا النقطة 0 و 0 و 1 و 1 وهنا وهنا 2 و 4، ومن ثم هنا تقع 3 و 9. حسنا، ومن ثم لدينا 4 و 16. إذا تمثيل الـ y تساوي x تربيع ها هو. رأينا كيف سيبدو هكذا. لقد قمنا بتمثيله في الربع الأول وهو على شكل الـ u الذي سيبدو هكذا. الآن دعونا نقوم بتمثيل y تساوي الجذر التربيعي لـ x. إذا هنا مرة أخرى لدينا 0 و 0 ولدينا 1 و 1 ولدينا 4 و 2. 4 و 2 هنا ولدينا 9 و 3. إذا ستكون هنا، ها هي النقطة، ثم لدينا 16 و 4 تقع هنا. إذا التمثيل سيبدو هكذا. التمثيل سيبدو هكذا. لاحظ أنهم يبدو وكأنهم مقلوبون حول المحور. هذا مفتوح على طول محور y وهذا مفتوح على طول محور x. ومرة أخرى هذا منطقي تماما لأننا قمنا بتبديل الـ x والـ y بشكل خاص. إذا أخذت الربع الأول بعين الاعتبار وبالفعل إنهم متماثلون حول الخط y تساوي x، وسنتحدث عن هذه الأشياء في المستقبل، التماثل حول الخط y تساوي x.
ويمكننا تمثيله بشكل أفضل على حاسبة الرسم البياني. وقمت بإجراء بحث سريع على موقع أريد إعطاء ائتمان سليم للأشخاص الذين أستخدم مصدرهم. هذا هو الموقع الإلكتروني الموجود في الأسفل. يمكنك إيقاف هذا العرض، وأتمنى أنك تستطيع قراءته. لكن دعونا نقوم بتمثيل كل هذه الأشياء، دعونا نقوم بتمثيلها بشكل واضح، أوضح مما ما كانت عليه يدويا. وفي الواقع دعوني أحضر ذلك. دعونا نقوم أولا بتمثيل y تساوي x تربيع، ومن ثم باللون الأخضر دعوني أرسم y تساوي الجذر التربيعي لx. ويوجد العديد من الأزرار هنا على اليمين، وأنتم تعلمون لدي عدة أزرار هنا، رمز التربيع ورمز الجذر وكل هذا. دعوني أركز، إذا دعوني أقوم بتمثيلهم. لقد قمت أولا بتمثيل X تربيع، ثم رسمت الجذر التربيعي لX. انظر، إذا قمت بالتركيز على الربع الأول هنا سترى بأنك حصلت على نفس الناتج الذي حصلت عليه هناك، على الرغم بأن ما حصلت عليه كان أكثر فوضوية. الآن من أجل المتعة وكمال تعلم، لم أقم بهذا بعد باستخدام الأرباع المألوفة. دعونا نرى ما نحتاج لفعله وتحريك تمثيلات المختلفة. إذا مع X تربيع سأقوم بفعل شيئين، سأقوم بتدريج الرسومات وأحركها. إذا هذا X تربيع، دعونا نركز فقط على X تربيع ونرى ماذا يحدث عندما نقوم بتحريكها، ومن ثم سأفعل ذلك مع الجذر أيضا. دعونا نرى ماذا يحدث عندما نحصل على اثنان ضرب إكس تربيع. ودعونا نقوم بحل واحدة أخرى، وهي يمكنني أن أقول لنقول نص ضرب إكس تربيع. دعونا نقوم بتمثيلهم. إذا X تربيع، لاحظ أن X تربيع باللون الأحمر. إذا قمنا بتدريجها بمقدار 2 فسيبقى شكل قطع مكافئ برأس في نفس المكان، لكننا ننتقل للأعلى بكلا الاتجاهين. وإذا كان لدينا النصف فسيبقى لدينا X تربيع قطع مكافئ، لكن ننتقل إلى أعلى بشكل أبطأ. إذا لدينا حرف U مفتوحة بشكل واسع، لكن عامل التدريج سيكون أقل من 1. إذا هكذا تقرر مقدار توسع أو تضيق فتحة القطع المكافئ. ومن ثم إذا أردت تحريكه إلى اليسار أو إلى اليمين، وأريدكم أن تفكروا في سبب هذا. إذا هذا X تربيع، دعوني أفترض أنه أريد تحريكه بمقدار 4 وحدات إلى اليمين. ما أقوم بفعله هو أن أقول X ناقص 4 تربيع. وإذا أردت تحريكها بمقدار 2، إذا دعونا نفترض سأحركها بمقدار 2 إلى اليسار. X زائد 2 تربيع، على ماذا سنحصل؟ لاحظوا أنه كما قلت X ناقص 4 تربيع تحركت بمقدار 4 وحدات إلى اليمين، وعندما X زائد 2 تربيع تحركت إلى اليسار بمقدار وحدتان. وربما تبدو غريبة بعض الشيء، لكن فكروا بالفعل بما يحدث. هنا الرأس يقع على النقطة X تساوي 0. عندما تحصل هنا على 0 تربيع، والآن هنا الرأس يقع على X تساوي 4، لكن عند ما X تساوي 4 ستضع 4 هنا وتحصل على 4 ناقص 4، إذن ستبقى تقوم بتربيع الصفر. وهذا ما تقوم بتربيعه، 4 ناقص 4 تربيع تساوي 0. هنا عندما X تساوي سالب 2، سالب 2 زائد 2 تربيع تساوي أيضا 0، إذن تقوم بتربيع الصفر. إذا بكلمات أخرى، مهما كانت القيمة التي تقوم بتربيعها سيكون الصفر مساويا للأربعة هنا وللسالب 2 هناك.
إذا أريدكم أن تفكروا قليلا، وطريقة أخرى تمكنكم من التفكير في هذا عندما x تساوي 1، نحن على هذه النقطة على القطع الأحمر، لكن عندما x تساوي 5 على القطع الأخضر سيكون لدينا 5 ناقص 4 تربيع داخل الأقواس، ومن ثم هنا في الأعلى سيكون 1. إذا نحن على نفس النقطة في القطع المكافئ، وأريدكم أن تفكروا، ربما أنه من غير البديهي أن تقول يتم إزاحتها لليمين وموجب 2 إلى سالب 4 إلى اليسار، لكن بالفعل هذا منطقي. الآن الشيء الآخر المثير للاهتمام هو تحريك الأشياء للأعلى والأسفل، وهذا في الواقع مباشر. تريد تحريك هذا المنحنى للأعلى؟ دعونا نفترض أننا نريد تحريك المنحنى الأحمر للأعلى. نقوم بتمثيل x تربيع زائد 1، لاحظ أنه تم تحريكها. إذا أردت أن يتحرك هذا المنحنى الأخضر للأسفل بمقدار 5 وحدات، ضع هنا سالب 5، ومن ثم قم بتمثيله وسيتحرك بمقدار 5 وحدات إلى الأسفل. إذا أردت أن يكون مفتوحا بشكل أوسع من هذا بقليل، فربما عليك أن تدرجه للأسفل قليلا. قم بتدريجه للأسفل، ولنفترض أن نصف ضرب هذه القيمة. إذا الآن المنحنى الأخضر سيتدرج للأسفل وسيفتح بشكل أوسع قليلا، ونفس الفكرة يمكن أن تطبق على الجذر التربيعي. دعوني أقوم بهذا، دعوني أطبق نفس الفكرة، ونفس الفكرة يمكن أن تطبق على أي اقتران. لنقوم إذن بتمثيل الجذر التربيعي لx، الجذر التربيعي لx وباستخدام اللون الأخضر. دعونا نقوم بتمثيل الجذر، دعوني أقول سالب 5، إذا نحركه إلى الأعلى على اليمين بمقدار 5 وحدات، ومن ثم نفترض أن لدينا الجذر التربيعي لx زائد 4، ونحركها إلى اليسار بمقدار 4 وحدات. دعونا نحركها للأسفل بمقدار 3 وحدات. دعونا نقوم بتمثيل كل هذا، الجذر التربيعي لx، ثم لدينا الجذر التربيعي لx ناقص 5، لاحظوا أنه نفس الجذر التربيعي لx لكني قمت بتحريكه إلى اليمين بمقدار 5 وحدات. عندما x تساوي 5 يكون لدي 0 داخل رمز الجذر، نفس الجذر التربيعي لصفر، إذن هذه النقطة مساوية لتلك. الآن عندما يكون لدي الجذر التربيعي لx زائد 4، أقوم بتحريكها إلى اليسار بمقدار 4 وحدات. عندما x تساوي سالب 4 يكون لدي 0 داخل رمز الجذر، إذن هذه نقطة مساوية لتلك. ثم قمت بطرح 3 أيضا، قمت بتحريكها للأسفل بمقدار 3 وحدات، هذه هي نقطة. إذن إذا أردت أن يفتح هذا الجذر التربيعي الأزرق للأعلى قليلا، فسيكون ضيقا بعض الشيء وسأدرجه للأسفل. إذن هنا عند وضع عدد قليل يكون التدريج للأسفل ويجعله ضيقا أكثر، لأنه يكون مفتوحا على طول محور X. لذا دعوني أقوم بهذا، دعوني أبدأ بهذا الموجود باللون الأخضر، دعوني أوسعه، دعوني أفترض أنه 3 مضروبة في الجذر التربيعي لx ناقص 5. إذا دعونا نرسم كل هذا، ولاحظوا هذا المرسوم باللون الأزرق الآن مفتوحا للأعلى وأكثر ضيقا، وهذا المرسوم باللون الأخضر مفتوح للأعلى قليلا. الآن أعتقد أنك تقول أسرعي بعض الشيء، ثم تم تدريجه للأعلى، ومن ثم يمكنك تحريك هذا للأعلى قليلا بمقدار 4 وحدات، ثم نقوم بتمثيله هكذا. لاحظ أنه عندما تقوم بتمثيل هذا أنه ليس انحراف القطع المكافئ. إذا أخذت الجذر التربيعي الأساسي وإذا قمت بتمثيل موجب أو سالب الجذر التربيعي، لن يكون اقترانا منطقيا، سيكون لديك قيمتان لواي لكل قيمة لإكس، ولهذا عليك استخدام الجذر التربيعي الأساسي. أي على أي حال، أتمنى أنك قد وجدت هذا الشرح عن العلاقات بين القطوع المكافئة وبين إكس تربيع والجذور التربيعية الأساسية مفيدا، وكيفية تحريكها، وسيكون هذا مفيدا جدا في المستقبل عندما نتحدث عن معكوسات وتحريك الاقترانات.